الجريمة ديالنا ديال اليوم، واحد السيد عايش في طنجة، طنجاوي هو وعايش في طنجة، وكان سيدي باطل ما مجيبوش شيء، ولكن كان في واحد يرتكب واحد الجريمة خايبة، هي جريمة ديال الشيكات بدون مؤن، الشيكات سون بروفيزوار، يعني الشيكات خاوي، هاك الشيك خاوي، شيك خاوي، شيك خاوي، دوز شوية حبس على الشيك، خرج عاوتاني قتل في الشيكات، شد الشيك من عند هذا، يدبر هذا كذا، عنده الشيكات، مشى شوية دار شي لعبه اخرى حصل بها من لابوك عاوتاني على الشيكات، ما كانش ديك الساعه بحال اليوم اللي عطى شيكات خاوي ما تعطوش عاوتاني مره اخرى باش ياخذ كان تشيك، دبر كان شيك اخر لقى شتت دا فلوس عباد الله ودخل في الروشيرش، بار روشيرشي بوليس ديال طنجه دخلوا في الروشيرش وبيع مشى مشى سيدي فين غيمشي؟ مشى تيزي وسلي طريق اكنون، تيزي وسلي حنا تعرفوه، مشى تذكرنا بشي حاجه هي مدينه جميله على اي حال، كنت تذكرنا بشي حوايج وقفات شويه ما مزيانين شي، مشى تما عند واحد خالو نقولوا تخبي عنده، هو كانت عنده واحد الحرفه تيخدمها، كان تيصوب الثلاجات، الثلاجات والفريكو داك الشيء حرفه ديالو، مشى عند خالو وقال لخالو انا جيت عندك طنجه ما بقى فيها ما يدار كذا كذا، بقى تيكذب عليه، وانا جيت هنايا وهذا تيزي وسلي ما فيها حتى شي واحد تيصوب الثلاجات، وانا عاود نصوب الثلاجات، تيزي وسلي اش فيها في ذاك الوقت؟ ما كانش فيها بزاف، هذه واحد 20 عام ما كانش فيها، كانوا ديور قلال، دار هنا دار هنا، انا مشيت لها واحد المره، حتى تي فيلاج ولكن ديور مفرقين تماما، ماشي شي مدينه مجموعه ولا كذا، على اي دابا الحمد لله راه ولات مزيانه، مشى تما مشى عندك خالو، مشى عندك خالو خلو عطاه واحد الكراج، عنده واحد الدار عند الفوق والتحت، عنده واحد الكراج يدير فيه شي سلعه، وعطاه واحد الكراج، داك خلو واش تيدير؟ تيدير الكونتربوند، تهريب، تيجيب مواد غذائيه، تيجيب لان ديك الطريق هي ديال التهريب، تيهربوا السلعه من شي حاجه ديال الشمال تدوز تما، شي حاجه تيجيبوها من الحدود الجزائريه تيجيبوها تما، تيجيبوا السلعه، تيجيبوا الفروماج، تيجيبوا الويسكي، هو كان بقاو عند الويسكي نهار حنا انا جاي في الهضره، تيجيب الويسكي تيدير الكونتربوند تيدير التهريب، بزاف الناس تما تيديروا التهريب في ذاك الوقت كانوا تيديروا التهريب. وقال لها وديها واحد الكراج هو وانت جيتي معك شي دوزان وتوكل على الله وهذا، ولكن دور على الناس هنا في تيزي وسلي وشوف الناس اللي علمهم انه ما عرفوش بانه واحد تيصاوب الثلاجات. قال لي واخا بقى عايش معاه داك خالو واحد الوقيت وناض تيدور يمشي عند هذا مول القهوه تيقول له تنصاوب الثلاجات التليفون لو قالك شي حاجه في الثلاجه انا موجود، تيتلقى شي واحد في طريق الثلاجه مشى عند ميكانيسيان الثلاجه مشى عند شي مول الحان تيقول الثلاجه، المهم المدينه عرفته تيصاوب الثلاجات. ولكن حتى واحد ما جاي يصاوب عنده شي ثلاجه، شي مره تيعطيني شي واحد يشوف هذه كانت تتبرد ما بقاش تتسخن كانت تسخن ما بقاش تتبرد. شي ناس قلال عايش تما قلت لك سي ما سا مارش با وعايش تما ذاك الدار ديال خالو صافي خالو خالو تيمشي تيدير التريب تيجيب الساعات ما تحطها وتيدير التريب شي يوم قال لي يلاه عاوني في التريب وهادشي تبقى تمشي معايا وتجي عندك ما ديرنا في الثلاجات ولا تيخدم معاه تيمشي يهرب معاه السلعه ويجيبها تما يجي شي واحد يشري يعطيه السلعه يزيد في الطوموبيل كذا 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 واحد الوقت قال لي ودينا غادي نهبط الناظور الناظور ماشي بعيد عليا انا هبط الناظور ونمشي نخدم تما في الثلاجات ونخدم في هادشي كله والسبت والحد نهبط عندك هنايا بات تما وصلت لحد نهبط وهذا قال لي سير الله يعاونك مشى الناظور ولا خدام تما السبت وحد تيجي السبت وحد تيجي واحد السبت وحد تيجي واحد السبت وحد ما تيجيش ما بقاش عنده فين يمشي الا الناظور خالو ما يقدرش يقرب لطنجة عارف راسو روشيرشي وخدم مع واحد السيد عنده ثلاجات في الناظور مع جوج دراري خدامين حتى هما وهو الثالث ولا خدام معاه وتعرف الثلاجات تيجي هو السبت وحد ولكن السبت وحد خالو عاطيه السالوت لان السبت وحد فيه فين تيخدم خالو داك التهريب السبت وحد ولا المخزن تيكون السبت وحد جالس كذا تا 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 تيخدم داك التهريب ديالو هو تيخدم تيجي لتما واحد النهار واحد الدري صغير عنده شي 14 عام في اكنون ديسباريو الدري صغير غبر الدري صغير ما بقاش بين تيزي وسلي ما بقاش بين مدينه صغيره الناس محسوبين ومعروفين كلشي تيقلب على ذاك الدري قلب تقلب قلب 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 والو الدري مشى غبر فين مشى الدري ما عرفت دخل الجندار تما كاين الجندار دخلوا تما في قضيه بحثوا مع والديه بحثوا مع الجيران بحثوا الدري ما كاينش مشى يلا داز شي 20 يوم الدري اخر طار دري خرطة ما كاينش الناس تخلعات هذه مشكلة هذه الناس تخلعات صاحبنا تبع خدمتو تيجي السبت والحد وتيمشي الناظور تيخدم نسيبو تيجي تيجيب السلعة السبت والحد تيخرج يا ربي تشد بها الطريق اليوم الأخرى تيجي يجلس في الدار المهم مرة يتلاقاو مرة ما يتلاقاوش مرة يتلاقاو مرة ما يتلاقاوش كاين أغلبية السبت والحد داك خالو ما تيكونش تما تيحرك السلعة تديها للمدينة في غيبيعة اليوم الأخرى تجلس تما أو تيمشي يجيب السلعة وحطها في الدار كونتروبوندي تقدر تهرب ايوا اليوم غدا اليوم غدا دوك جوج دراري ما بانوش شي دراري صغار ما بانوش قلبوا الجندام تاعيا والناس قلبوا تاعيا الدراري ما كاينش شي واحد النهار واحد السيد تيتسالى في شي خلا حدا تيزي وسلي شي خلا تما تيشم واحد الريحه ما جباتوش واحد القنت طالع من واحد البير قديم جا تيطل تما ديك الريحه ما جباتوش تيطل تيضرب واحد البيل شك في ذاك الجو تاع اللي تما مرات يقول حيوان مرات يقول كذا مرة تيقول هذه ما هذه
شافك انت شي وحدين تمن المدينه قال لي ما ودي راه نسكت شي لحتى طلع من واحد البير ما عجبني شيء وقمت نضرب البير بير غاقتي بان لي بحال شي بنادم تما ولا شي حيوان ولا مرض يفتح ما مشات لي شي بهيمه ولا شي حاجه الناس محروفين هنايا خبر شي عندي ولكن هذا الشيء ما مشاو شي ناس تما كيطلعوا حتى واحد هبط بالطوب البير طلع قال لهم كاين شي دري مقتول هنا جوج عيطوا بالدرك الملكي جا درك الملكي جا جاوا البير تاخذوا التدابير اللي خصهم يتاخذوا استعنوا بالناس طلعوا جوج دراري طلعوا دوك جوج دراري اللي كانوا ما لقاهمش الناس ما لقاهمش والديهم تعرفوا عليهم واخا انا زعما الوقت دري تعفنوا وتنفخوا داك البير وكن عرفوهم والديهم الدرك عرفوا انها جريمه لان الدراري مربوطين من يديهم مربوطين من يديهم من رجليهم اي اللي قتلهم ربطهم من يديهم ربطهم من رجليهم والدراري كما قلنا واحد عنده 14 الاخر عنده شي 12 لان الثاني صغر من الاول الثاني صغر من الاول ومربوطين وخرجوا من تما قبل ما يلقاو هاد الدراري المدينه ولا فيها الرعب جوج دراري طاروا عرفوا هذا اللي تيطير الدراري عاود يديرها عرفوا بان ولادهم راه تسرقوا عرفوا ولادهم راه تقتلوا عرفوا ولادهم واقع لهم شي حاجه كلشي ولا حاضر مع ولادو كلشي فين كنتي فين جيتي فين اجي دخل في حالك دخل هذا الناس تهضر جابوا دوك جوج دراري بجوج جوتات جابوهم بون بدا البحث من خلال البحث اش عندهم في البحث الدرك الملكي اش عندهم يلا عندهم دراري باش مربوطين بواحد السلوكه ديال المانيو سلك ديال الالمنيوم رقاق سلك رقاق كيف ديك السلوكه اللي في اليد في الرجل اللي في الداخل في الداخل حيدو ديك السلوكه جيب لك السلوكه رقم طوال باش تربطو هنا هاد السلوكه ديال اش هاد السلوكه بقاو تيقلبوا ديال اش هاد السلوكه هادو ديال الضو ولا ماشي ديال الضو ولا كذا على كذا على كذا بقاو تيجيبوا ناس ديال اللي حريفيه مولين الطرقه تيجيبوا هذا تريسيان تيجيبوا هذا كذا تيجيبوا هذا ميكانيسيان تيجيبوا هذا تيباسر جا واحد السيد قال لهم شتي هذا هادو هي ديال الترموستات ديال الثلاجه هادو تيكونوا في الثلاجه كنت تيكون ديال هكا السلوكه ديال تيدور على الثلاجه المادو ديال الثلاجات ديال الثلاجات قال هذه الثلاجه هادو ان هذا اللي محيد هذا السلك محيدو من الثلاجه ولكن هاد السلوكه هادو بزاف والثلاجه تيكون فيها شي متر ونص قال لي واحد 6 متر واحد 6 قال لا الثلاجه كانت تكون فيها 2 متر كان الخيوط طوال باش نخدمو صافي كان عنده واحد 100 ديال الخيوط هادو هاد الخيوط هادو تيبانو مستعملين جابو الخيوط حطوهم بقاو تيبحثو شكون اللي عنده الثلاجه في شي زيوسلي حتى واحد ما تيصوب الثلاجات حتى واحد ما تيصوب الثلاجات تما والو بحال تيامات بحال تبقى تيضربو بحال ما عطا والو شي شهر تيقلبو هذا تيدير الثلاجات كاين شي واحد يدير الثلاجات تما ما كاينش كاين شي حال الثلاجات ما كاينش واحد النهار واحد جوج جدرميه كانت في واحد القهوه تما تهضرات الدور ما عندهم لا شي هضروا تيهضروا على هذاك الجريمه والدراري بقاو فينا ما بقاو فينا ومعهم داك مول القهوه تعرفهم جالس معاهم تيهضروا قال لي دابا هذوك شكون هذا مشى جاب خويا ديال الثلاجه وجاو حتى لهنايا للمدينه وخدم هذا جا مشي المدينه اللي فيها الثلاجات باش يجيب خويا ديال الثلاجه ومعلم ديال الثلاجات قال لهم هذا واحد خينا واحد النهار جا هنا وقال لي واش الى عندك شي ثلاجه خاسره انا راه وليت هنا انا راه خالي هو فلان راه وليت هنايا خاصك شي ثلاجه عيط عليا خلى لي التليفون ديالو قال لي قال لي راه دار على الناس هنا يمكن مشات عند فلان وعند فلان دوك الجندار ولاو تيدورو مشات دي التليفون ديال هذاك وتيدوزو عند هذا مول القهوه هذا مول الباتيسري هذا مول كذا تيقول ليه قول لينا واش عمرو جا عندك شي واحد هنا هو اللي كيصاوب الثلاجه اي جا عندي واحد السيد واحد النهار جا عندك هنا خلاش خلاك خلى لي التليفون ها هو بقاو التليفون هو هذاك هنا عندك مول الباتيسري عندك مول الحلوى عند الناس عندهم الثلاجات لقاو شي ثلاثه واربعه هذاك فايد داز عندهم خصنا هذا السيد شكون هو السيد نعتو من الدور ديال خالو قال ما خالو فين ولكن مشاو لقاو الدار مسدوده ما كاين حتى شي واحد عيطوا لي داك الرقم الو لاباس بخير انا راه مول القهوه اللي قلت لك على الثلاجه قال لي ودي دابا رانا في الناظور قال لي في الناظور ايوا خصنا راه بغيناك حنا وبغينا نتلاقاو بك وهذا وكذا قال لي ودي انا هاد الساعه ما بقيتش نجي راه باقي عندك 15 يوم قال لي حنا راه ديما في الناظور نعرفوك انت في كاين قال لي ودي انا في كاين ما عندنا حتى شي ساعه في الناظور باك تصوبها شي ثلاجه تما غادي تنزل تصوب قال لي مرحبا مشاو الدرك الملكي الناظور مشاو عيطوا داك خينا لاباس بخير لاباس هنا هما اللي قلنا لك الناس ديال الثلاجه ما الثلاجه اين قهوه نتلاقاو مع الرانديو في واحد القهوه قهوه هما جالسين بزين المدني انه ما تخدموش زي عسكري ديما الدرك ولكن كاين بعض الحالات اللي بحال هذه ما عندهم حتى شي حل جالسين بزين المدني سامع على القهوه بانوا ثلاثه الناس دخلوا وجلسوا تيشوفوا فيهم تيشوفوا الاوصاف اللي عطاهم الناس شي زي وسليك تيقول مراه طويل وهذا وعنده كذا وعنده كذا بان لهم هذاك خلال الاوصاف عيطوا عليك التليفون هما في القهوه الو فينك هو هز هذاك التليفون جبدو قال الو انا هنا فين في القهوه هما حداك جا عندو السلام عليكم السلام بخير اخويا بخير على التليفون انا سي الدرك الملكي التليفون ديالك شدو التليفون انا اللي عيطناك دابا يلا معنا فين سيدي يلا معنا فين ساكن انت قال لهم هنا فين ساكن هنا مع الدراري هنا يلا شوفوا هنا قلبوا تما داك البيت ديالو تيقلبوا كاين دوك داك السلوكه ديال الثلاجات تما عندك خينا تبيع الثلاجات شي هنا شي لاصق في الموسطا شي هنا يلا معنا شي معنا تيزي وسلي شوف عندك شكون تيزي عندي خالي كنت عايش مع ايه تيزي وسلي شنو كنت تدير هادي زيوس ديال جيت تما درت واحد البيعه وشريه ديال الثلاجات وما صدقاتش مشيت تما جيت هنايا
ما انت شي مشكل، عندي مشكل انا، عندي مشكل نروح نشرش على الشيكات. شوف بغيت تفعل لهم زعما، بغيت تفعل لهم الشيكات. هو قال لي هذاك الشيء جينا عندك حنا الشيكات. قال لهم انا الشيكات انا نوجد فلوس نخلصهم، دابا ما عنديش باش نخلصهم كذا كذا، وبقى جاي منهم تبتين هو جاي منه انه راه في راسه هو الشيكات، هو رشاش على الشيكات، راه الشيكات المهم اللهم الشيكات ولا جوج ديال الجوتات. هادشي ضرب في راسه، جابوا للدار ديال داك خالو، جابوا للدار خالو قال لي فين خالو؟ قال لي راه ما كاينش. فين كان تيبيع ويشري وهذا؟ حل الباب. قال لي ما عنديش انسر. قال له راه الباب يترس، ياك انت كنتي هنا في هذا الكراج. ايه حل الباب. شنو بغى يهرسوا الباب؟ ما بغاش يتعين مع خالو. قال لي ما الساروت عندي ها هما يحلوا الساروت. حلوا الساروت تيقلبوا الدار، تلقاو الدار عامره بالكونتروبوند وبالويسكي وشي كراط فيه من القرقوبي، كانوا تيجيبوه من ديك الدوله اللي في حدودنا تما تيجيبوا القرقوبي. كون غادا خالو لقاو عنده غا الفورماج والويسكي وداك الشيء، كون مشى مشكل عنده قضيه مع الديوانه، فيه خلص الديوانه يقدم محكمه والديوانه وخرج ارفع عنده كينات افوتو مشى فيها. بقى تيقلبوا في الدار، جاو داك واحد القنت تما في واحد الكراج فين عنده واحد الناموسيه يقطو ديالو، ولقاو واحد الطاكيه وواحد الصباط تما مرمي وواحد فيستا ديال الدراري الصغار. غيب عندك تما صافي، شدوا الحويجات تمنيت، عيطوا الوالدين الضحايا عيطوا لهم جابوهم. ديال الحوايج قال لهم كانوا هنا. كيفاش كانوا هنا؟ وراه خالي بحطهم تما، خالي يمكن شي واحد جا عنده ولا شي دري صغير الله اعلم. جابوا العائله ديال الدراري، قال لهم هذه الطاقيه ديال ولدي، هذا صباط ولدي، عرفوا ولادهم. قال اش غنديروا؟ كاين ما يدار، مشي معنا. هزوا الحويجات داو معاهم، داو الحراسه على الدار فين تيدار جا الخال. النهار الاولى النهار الثاني جا الخال، الخال جا تلقى لي القبض شدوه. قال لي انت عندك اولا جايبينك حنا على الكونتروبوند، جايبينك على الكينات وهذا الروينه، عاودينا علاقتك بهذا. قال لهم هذا ولد اختي. هي وجانا تيدير الثلاجات وعطيه الساروت، انا اغلبيه تنغيب وجلسنا تاعي هو ما بغاش يخدم هنا ومشى مشى الناظور. عرفوا تيقلبوا على الشيكات، انا في راسي الشيكات انايا. هاد الحويجات هادو، هاد الحويجات ماشي ديالي، ماشي ديالي، ما دخل عندي دري هنا، ما دخل عندي والو. قالوا الاخر اش قلت انت دابا؟ انت ولا خالك؟ تحير هاد الحوايج ديال الدراري ماتوا، انت ولا خالك؟ الدراري ماتوا تقتلوا؟ قتلوا في هاد الدار في هاد البيت؟ اش قلتي دابا؟ شفت تاعي حشم قال لي انا ماشي انا ماشي خالي انا. شنو هادشي اللي عطا الله؟ كيفاش هادشي عطا الله؟ هادشي اللي عطا الله. هذاك خينا ماشي كان عنده غير الشيكات، كان مجرم وكان ان بيدوفيل، كان تيتعاطى التكرير ديال القاصرين، مريض ذاك المرض. يعلم الله يعلم الله، الله اعلم، ولد شي جريمه قبل ما تعرفش في طنجه ولا شي حاجه ولا في شي مدينه اخرى، ولكن تما حصل جوج دراري. نقول له عاودينا كيفاش؟ قال لي مودي انا قبل ما نقول لكم انا دري تنطلقاه، تلاقيت الاول لاباس بخير، تعرفت بوا سميت بوا. قلت لها جي يلا معايا الدار، غادي واحد الصغار لباك انت وانت فلان. قال لي ايه. قال لي غادي واحد الصغار لباك شي فورماج وشي هذه وشي هذه. وجا معايا الدريكت، راه كاين شي حلوى ديال الوالد ديالك، راه خلي خليها هدية دي. خلتو درت زرت طاطا حليل، شديت الدري غتصبو كيما تيقول هذاك العيط ديالو، خرج على الدري. اوه تيزي وسني صغير وخفتي واحد يعيق بيا. قجيتو فاش قجيتيه؟ بالسلك، داك السلك قجو به وحيدو وربطو به. والدري التاني قال كيف كيف، كاين الاول كاين الثاني. الاول ديته انا كنرمي غير في الخلاق، بقيت تنرمي في الخلاق، لقيت واحد البير زيتو في الليل مشيت به، من لقيت البير رميته في البير. والثاني دابا لقيت ذاك البير ديته تما، الله كل ما تشد شكون ذاك البير عمرو، هو عمرو بالدراري. شدوه واعترف بما نسب اليه وتحكم بالاعدام. بالاعدام. شوف شوف هاد المجرم هذا من الشيكات داز القتل، هذاك العيال القاصرين القتل زاو والديهم ودوك وليداتهم، واحد مدينة عايشة في السكون وفي الهدوء برز ديك المدينة، دار الخوف من عباد الله على ولادهم، ودار مصيبة كحلة ديك في ديك المدينة هذيك، ومشى بالإعدام.